بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أبو يادة التعليمية في درس جديد من دروس اللغة العربية. هيا بنا. درسنا اليوم عن إن وأخواتها. سوف نتعلم في هذا الدرس عن إن وأخواتها وكيف نوظف إن وأخواتها في جمل من إنشائك، وكيف تعرف أيضا كيف تعرف إن وأخواتها. شاهد هذا الفيديو ثم سنلتقي بعد الفيديو ونسأل ماذا استفدت من هذا الفيديو، وبالتأكيد سوف يكون عن إن وأخواتها وعملها. بعد هذا الفيديو سوف نتعلم أن إن وأخواتها تسمى حروف ناسخة وليس أفعال ناسخة كما تذكر وكما تعلمنا سابقا عن كان وأخواتها. قلنا عن كان وأخواتها أنها أفعال ناقصة ناسخة، ولكن هنا درس جديد عن إن وأخواتها وهم حروف وليست أفعال، حروف ناسخة وأيضا تدخل على الجملة الإسمية. كما قلنا سابقا كان وأخواتها أيضا تدخل على الجملة الإسمية. فهل تذكرون ماذا كان وأخواتها كانت تفعل في الجملة الإسمية؟ بالفعل كانت ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طب هل إن وأخواتها تعمل مثل عمل كان وأخواتها؟ سوف نتعلم في هذا الفيديو، تابع معي. ما هي إن وأخواتها كما شاهدت في الفيديو السابق؟ ما هي أخوات إن؟ إنها إن وأن وهما للتأكيد، ولعل للترجي، وليت لماذا؟ ما معنى ليت أو ماذا تفيد ليت؟ للتمني، أحسنت. وكأن ما معنى كأن أو ماذا تفيد؟ جميل، للتشبيه. ولكن ماذا تفيد لكن؟ تفيد الاستدراك. إذن أخوات إن هي أن، لعل، ليت، كأن، لكن. احفظها جيدا. نأخذ بعض الأمثلة على إن وأخواتها. قبل أن نبدأ في الأمثلة لابد أن نعرف ماذا تعمل أو ماذا تفعل إن وأخواتها إذا دخلنا على الجملة الإسمية. إن وأخواتها إذا دخلنا على الجملة الإسمية فهي تعمل عكس عمل كان. كان وأخواتها كانت ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، أما هنا إن وأخواتها فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن وأخواتها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. نأخذ مثال: الحياة جهاد. إذا أدخلنا إن وإحدى أخواتها أو إن هنا كما في المثال نقول إن الحياة جهاد، تنصب المبتدأ وهو الحياة أو الكلمة وتغير حركته من الضم إلى الفتح، ولكن الخبر يظل كما هو علامته الرفع، فهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وبالتالي الخبر طالما أنه مرفوع فيظل علامته الضمة كما هي. مثال آخر: العمل عبادة. ندخل عليها أن، علمت أن العمل عبادة. مثال آخر: خالد أسد.
وهذا تشبيه في القوة والشجاعة. عندما ندخل عليها كأن نقول كأن خالدا أسد، خالدا أسد. القضاء نزيه والعدل بطيء. ندخل لكن فنقول القضاء نزيه ولكن العدل، وليس العدل، لا، تغير كما قلنا إن وأخواتها، تغير المبتدأ من الرفع إلى النصب أو من الضمة إلى الفتحة، فنقول ولكن العدل بطيء. النصر قريب. إذا أدخلنا لعل فنقول لعل النصر قريب. الامتحان سهل. ندخل عليها ليت فنقول ليت الامتحان سهل. هذه بعض الأمثلة للشرح لنفهم جيدا كيفية عمل وأخواتها، ونميز بين عمل إن وأخواتها وبين عمل كان وأخواتها التي تعلمنا عنها سابقا. بعض النماذج الأخرى على إعراب إن وأخواتها، فنقول إذا أردت أن أطلب من حضراتكم أن أعرب الجملة إن المعلم مخلص، ماذا نقول في إعرابها؟ نقول إن حرف توكيد ونصب، المعلم اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، ومخلص نقول خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. لاحظ هنا مثال آخر، أعرب هذه الجملة كأن المطر لؤلؤ. أعرب أحسنت، كأن نقول أداة تشبيه ونصب، المطر اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة على آخرة، ولؤلؤ خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة. إذا هنا أن القاعدة تقول أن إن وأخواتها هي 6 أحرف، إن أن كأن لكن ليت لعل، وهي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إن وأن تفيد التوكيد، وكأن تفيد التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، ليت تفيد التمني، ولعل للترجي. وهذه بعض أمثلة أخرى ولكن على خبر إن وأخواتها. كما علمنا سابقا أن أنواع الخبر ماذا؟ كما درسنا في الجملة الاسمية أن الخبر للجملة الاسمية قد يكون ماذا؟ قد يكون، هل تتذكرون؟ عملية تذكر للمعلومات. الخبر في الجملة الاسمية قد يكون مفردا، أو قد يكون جملة، أو قد يكون شبه جملة. هنا أيضا في خبر إن وأخواتها أيضا إما أن يكون مفردا، أو قد يكون جملة، أو قد يكون شبه جملة. شبه جملة المقصود به الظرف، المكان أو الزمان، أو الجار والمجرور. فهنا الذئب مفترس، هنا إن حرف ناسخ، والذئب اسم إن، ومفترس خبر، ونوعه مفرد أم جملة؟ شبه جملة، إنه مفرد. هنا أيضا رجل الفطر طيب، أيضا هنا الخبر مفرد. الأجراس النحاسية ذات أصوات جميلة، هنا إن حرف ناسخ، الأجراس اسم إن، وذات أصوات جميلة هنا خبر إن وهو جملة اسمية. الحساء الذي يعده الرجل شهي، فإن الحساء الذي يعده الرجل شهي، أيضا هنا الخبر المبتدأ الحساء والخبر يعده وهو جملة فعلية، وهكذا.
هنا مثال ونشاط، حدد من الجمل الآتية من جمل إن اسم إن وخبرها، ثم قيم نفسك بعد هذا بهذا الحل. هل تستطيع أن تستخدم إن وأخوات إن في جملتين من إنشائك؟ عبر عن المشاهد الآتية بجمل تبدأ بإن. وأتمنى أن تلاحظ حركة المبتدأ والخبر، فتضع فتحة على المبتدأ و الخبر تضع عليه ضمة. وهذا نشاط جماعي، انظر في هذه الحروف في الجمل استخرج التالية، جمل إن ثم أخواتها من حاول الفقرة أن الآتية. تحددوا المعنى والدلالة التي أضفتها على الجمل من خلال فهمكم للسياق. أكمل الجمل الآتية بكتابة الحرف الناسخ المناسب في الفراغ. استخدم إن ليت كأن في جمل من إنشائك. اقرأ الجمل الآتية ثم حدد اسم الحرف الناسخ وخبره في كل جملة. استخدم الحروف الناسخة الآتية في جمل من إنشائك. حول المفرد في الجمل الآتية إلى جمع وغير ما يلزم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وأتمنى الاشتراك في القناة وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، مع السلامة.